نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، الثامنة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة التجارة تضع رقما أخضر للتبليغ عن أي تجاوزات فيما يخص أسعار بيع الدواجن. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو البنك المركزي إلى التدخل لإنقاذ هذه المؤسسات من الإفلاس. الانطلاق في تجارب جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة. وفي العالم 32 شهيدا في سلسلة غارات صهيونية على قطاع غزة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. يواصل مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين التداول بخصوص مختلف ترتيبات الجلسات المشتركة مع مجلس الجهات والأقاليم للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي من المنتظر أن تنطلق في غضون هذا الأسبوع. أعلنت وزارة التجارة والتنمية الصادرات أنها تضع على ذمة العموم من مهنيين ومواطنين الرقم الأخضر 80-100-191، أعيد الرقم 80-100-191، وأرقام الإدارات الجهوية والمركزية الموجودة على موقع ويب الوزارة للتبليغ عن أي تجاوزات تتم ملاحظتها فيما يخص الأسعار القصوى لبيع الدواجن في مختلف المراحل. وذكرت وزارة التجارة أنه تم تحديد بيع الدواجن تباعا في مستويات قصوى لا تتجاوز 5 دنانير و300 مليم للكيلوغرام الواحد في مرحلة الإنتاج للدجاج الحي، و8 دنانير و500 مليم للكيلوغرام الواحد في مرحلة التفصيل للدجاج الجاهز للطبخ، مشيرة إلى أنها ستتخذ العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يخل بواجب تزويد السوق أو يساهم في شطط الأسعار. وأكدت الوزارة أن نسق ومستويات التزويد بلحوم الدواجن تسير بشكل عادي، ويتم العمل على الترفيع فيها بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والمهنيين في القطاع. تعيش الشركة التونسية للصناعات الصيدلية وضعا ماليا صعبا نتيجة نقص السيولة وارتفاع مديونيتها وضعف الموارد البشرية ونقص التمويلات وغياب الحوكمة، وفق الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للصناعات الصيدلية مهدي الدريدي. وقال في حوار مع وكالة إفريقية للأنباء إن هذه الصعوبات أثرت بشكل كبير على قدرة الشركة على إنتاج الأدوية، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على تقديم الدعم اللازم للشركة لتجاوز الأزمة المالية الراهنة واستعادة دورها الحيوي في إنتاج الأدوية في السوق التونسية. منصة المبادر الذاتي هي منصة تفاعلية سيتم إطلاقها قريبا لتشجيع أصحاب الأنشطة الفردية في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات الفلاحية والرقمية وتمكينهم من التمتع بالتغطية الاجتماعية. رئيس مشروع المبادر الذاتي بوزارة التشغيل والتكوين المهني محمد الرحماني: في سوق الشغل عندنا حوالي 400 ألف مستقل ما يتمتعوش بالترقية الاجتماعية. على هذاك عملت وزارة التشغيل على صياغة المبادرة التشغيلية هذه لدمج الفئة هذه وتكريس الدور الاجتماعي للدولة. النظام هذا هو نظام جديد موجه للنساء والرجال يخدموا حدا بصفة فردية في قطاعات وأنشطة مختلفة كما الحرف، الصناعة التقليدية، الصناعة والتجارة والخدمات الفلاحية وحتى الخدمات الرقمية والإبداعية، واللي يخدموا في وضعية غير مستقرة ودخلهم محدود ما يتمتعوش بالترقية الاجتماعية CNSS. إذا النظام بدري هذه يمكن من الحق من التغطية الاجتماعية يشجع بعض المشاريع. وزارة التشغيل رصدت سنة 2025 ما يقارب 10 مليون دينار، وسيقع تمويل أصحاب الأنشطة هذه بشروط ميسرة.
دعا أمين مال الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة محسن بورشادة البنك المركزي إلى التدخل من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في علاقتها بالبنوك، وأوضح أن 15% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصلت إلى حد الإفلاس في ظل عدم وجود خطوات جدية لإنقاذها. من بداية 2020 وجائحة متاع الكورونا والتعاني معناها في مشاكل كبيرة ياسر ياسر، واللي إلى حد الآن ما زلنا ما لقيناش الحلول العازلة اللي هي باش نقصوا بها النزيف هذا اللي وصلت له المؤسسات هذية من تدهور الاقتصاد وإفلاس أغلبية المؤسسات الصغرى وحتى وصلت معنا للمؤسسات الكبرى. علاش؟ لأنه عدم التجاوب من البنك المركزي ومن البنوك، ومع عدم المساندة من البنوك للمؤسسات في 15% اللي هي مؤسسات أفلست وأغلق أبوابها. احنا قلنا مراعاة للشركات وهالمؤسسات هذه يشوفونا فيها أسهل وأخف، سهل لنا عملية التسوية. يلزم البنك المركزي هو اللي يرفع البنوك حتى لين هم يسهلوا هالعمليات هذه، ويسهلون عمليات القروض هذه والتقسيط متاحها، وتكون أقل فوائد مش كيف ما صار المدة الفايتة أجل في القروض ويعملها في ديزيشيونس أخرين ويزيدك عليهم فوائد. أمام تأخر إصدار الأحكام الترتيبية المتعلقة بانتداب الأساتذة النواب، طلبت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب وزارة التربية بالإعلان عن رزنامة تواريخ تنزيل الأحكام الترتيبية والعقود والتعجيل بسد الشغورات داخل المؤسسات التربوية. المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري: طالبنا بتاريخ تنزيل الأحكام الترتيبية، بتاريخ تنزيل العقد لإيجاد صيغة تعاقدية واضحة. طالبنا زاد بتسريع عملية شغورات أمام تعاظم الشغورات، وزارة التربية وعدت في هذا الجانب على الأقل بتنزيل بلاغ توضيح حول محور هذه النقاط. نحن ننتظر ونأمل أن السيد الرئيس الجمهورية يوقع الأحكام الترتيبية باش يكون فعليا قطع ما تشغيلهاش. أمام تعاظم الشغورات، أول حاجة نداء إلى وزارة التربية للتعجيل بتنزيل الأحكام الترتيبية على دفعات، كما أكدت وزارة التربية أنه موجودين 6 دفعات تكون مبوبة زمنيا، والتعجيل بتسديد الشغورات لأنه من غير المقبول اليوم إلى حدود اللحظة عن شغورات داخل المؤسسات التربوية. صرح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة بأن موعد الانطلاق في تجارب جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية سيكون خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة، وبين أنه سيتم تعميم التجهيزات الخاصة بإصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين انطلاقا من سنة 2026. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. أهلا بكم من جديد. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مستشفيات قطاع غزة. جيش الاحتلال قصف طابق الأطفال والحضانة وخزانات المياه في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين بجروح، وذلك أثناء زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية. الدفاع المدني في غزة أعلن استشهاد 32 فلسطينيا على الأقل في غارات الاحتلال على القطاع، بينما واصل الطيران الصهيوني المسير استهداف المدنيين أثناء محاولاتهم انتشال جثامين الشهداء في جباليا. على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية من ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو إيلي فيلدشتاين، الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو. وأشارت هيئة البث إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية كانت منطلقها شكوك الشبك والجيش، وأثارت مخاوف أمنية من الإضرار بأمن إسرائيل، كما أثارت خاوفة من أنها أضرت بهدف الإفراج عن الرهائن. القضية أثارت غضب عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم. وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا مشددا على تفاصيل هذه التسريبات وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام وتبرير رفضه عقد
صفقة تبادل وإلقاء اللوم في ذلك على حركة حماس. في لبنان استشهد 7 أشخاص بينهم مسعفان تابعان للدفاع المدني وأصيب العشرات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات وقرى جنوب البلاد وشرقها. وفي المقابل أطلق حزب الله 10 صواريخ على شمال إسرائيل، كما قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنات عدة. الحزب أعلن أنه أحبط 28 محاولة تقدم لقوات الاحتلال على أكثر من محور في لبنان، وقصف للمرة الأولى قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الصهيوني، كما استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة عسكرية أخرى تبعد حوالي 20 كيلومترا جنوب شرق حيفا. الحزب أعلن أيضا استهدافه بصاروخ موجه دبابة ميركافا عند بوابة لمطلة، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. على صعيد آخر، جدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمس عزم بلاده الرد على الاعتداء الصهيوني على أمنها، مشيرا إلى أن نوع الرد وشدته مشروط بقبول الكيان وقف إطلاق النار وتوقفه عن قتل المظلومين والأبرياء في المنطقة، في إشارة إلى غزة ولبنان. بعد أن صوت أكثر من 70 مليون مواطن أمريكي بشكل مبكر، تجرى غدا الانتخابات الرئاسية الأمريكية لانتخاب الرئيس المقبل للبيت الأبيض من بين المتنافسين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. منية السياري في الورقة التالية. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى غدا الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، ويتنافس فيها المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، يحتدم التنافس بين المرشحين وسط بلوغ عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم خلال الاقتراع المبكر أكثر من 77 مليونا، رقم فاجأ المراقبين في مؤشر على اشتداد المنافسة بين المرشحين. ووفقا للاستطلاع الختامي لصحيفة نيويورك تايمز، فإن حظوظ المرشحين في انتخابات رئاسة الأمريكية تتقارب بشكل كبير في ظل انقسام بين ناخبي الولايات المتحدة. الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس يظهر أن ترامب وهاريس متعادلان تقريبا في بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، بينما تتقدم المرشحة الديمقراطية بهامش ضئيل في نيفادا وكارولينا الشمالية وويسكونسن، ويتفوق ترامب في أريزونا. هذه الولايات مجتمعة تبلغ أكثر من 90 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ويحتاج المرشح في المجمل لحصد 270 صوتا من مختلف الولايات للوصول إلى البيت الأبيض. 7:13 بتوقيت تونس، 8:13 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وزارة التجارة تضع رقما أخضر للتبليغ عن أي تجاوزات فيما يخص أسعار بيع الدواجن. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو البنك المركزي إلى التدخل لإنقاذ هذه المؤسسات من الإفلاس. الانطلاق في تجارب جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين خلال السداسي الثاني من السنة المقبلة. وفي العالم، 32 شهيدا في سلسلة غارات صهيونية على قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.